لكن زينب عندما توفت وعندما استشهدت ما الذي جرى على قلبها؟ زينب وضع نفسها على سرير في أرض الدار وفي محيط الشمس وهي تنادي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله إليك مني السلام يا أبا عبد الله. وفاضت روح زينب أين المنادي وغريبة. فاطمة وزينب يا الله اشفي صدر فاطمة وزينب بظهور الحجة يا الله. إلهي أسألك وأدعوك بالحسين وأبيه والتسعة المعصومين من بنيه بغربة زينب بدم الطفل الرضيع بكفوف العباس بضلع الزهراء يا الله. أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء. رحم الله هذه الصرخة. أمن يجيب ويكشف السوء يا الله. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي أتوسل إليك بأحب الخلق لديك بمحمد وآل محمد إلا وقضيت حوائجنا يا الله. إلهي بحق ضلع الزهراء وبحق نحر الحسين وبحق ألم صاحب الزمان إلا ما فرجت عنا يا الله. إلهي بحق أسير الأمة موسى بن جعفر رد كل أسير إلى أهله يا الله. إلهي بحق علي لكربلاء زين العباد من كان مريض في هذا المجلس شافي وعافي كل عليل يا الله. إلهي اجعلنا من أنصار الحجة وأعوانه والمستشهدين بين يديه والذابين عن حرمه بحرمة محمد وآل محمد لشفاء مرضانا ومرضى الحاضرين ولا سيما إلى أرواح موتانا موتى الحاضرين وموتانا المنسيين لا سيما كل من مات على الإسلام وعلى الهدى والإيمان مؤسسي هذا المجلس المبارك لشفاء جرحانا لشفاء مرضانا قضاء حوائجنا تيسير الأمور أمورنا جميعا. إلى شهدائنا نهديهم ثواب ما قرأنا مع السورة المباركة الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد. إخوان أخوات بكرة إن شاء الله غدا عند الساعة الثالثة والنصف يعني 3:30 12 جورج ستريت بيكسلي إن شاء الله سيقام مجلس هناك ونتمنى الحضور على حب صاحب الزمان إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد. نتوجه لزيارة الإمام الحسين صلوات الله.
أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أصالة عن روحي ونفسي ونيابة عن أهلي وولدي وكل من أوصاني الدعاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الحوراء زينب وعلى مقطوع الكفين أبي الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته إليك يا صاحب الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله الطاهرين.